بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 62. بالنسبة لزكاة الفطر، حينما نشتريها من الباعة نجد الكثير من المحتاجين يجلسون طالبين لها، فنقوم بتوزيعها عليهم، ولكن قد لا يأخذ بعضهم صاعا كاملا، فهل يشترط أن لا يقل إطعام المسكين الواحد عن الصاع، أم يجوز ولو قل عن ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من البر ونحوه من الطعام، فيجوز للمسلم أن يدفع الصاع لشخص واحد ولعدة أشخاص، المهم أن يكون من الدافع صاع كامل، أما المدفوع له فلا مانع أن يشترك عدة أشخاص في صدقة شخص واحد. نعم. السؤال الثاني يقول: نرى بعض هؤلاء يجمعون الزكوات من جهة ويقومون ببيعها في جهة أخرى، فهل يجوز إعطاء مثل هؤلاء، وهل يجوز الشراء منهم إذا تأكدنا أن ما يبيعونه هو ما جمعوه من زكوات الناس؟ يجب على الإنسان أن يتأكد من حاجة الفقير المدفوع له، يتأكد من حاجة الذي يأخذ الصدقة، ويتأكد من استحقاقه لها، هذا ينبغي. فإذا ظهر له أن هذا الشخص يحتاج إلى الصدقة إنه يدفعها إليه، وليس مسؤولا عن تصرف الشخص فيها. الشخص الذي يأخذها له أن يبيعها، وله أن يهبها، وله أن يأكلها، وله أن يخرجها عن نفسه صدقة عنه. الدافع غير مسؤول ما دام أن الشخص الذي أخذها مستحق لها، ويغلب على ظن الدافع ذلك. أما إذا علم أنه لا يستحقها وأنه غني فلا يجوز دفعها إليه. وتعرض الآخرين في الشارع وسؤالهم لها دليل على حاجتهم، ولكن ينبغي مع هذا أن يتأكد. وإذا علم أن هناك من هو أشد حاجة منهم فينبغي أن يدفعها لمن هو أشد حاجة منهم. أما شراؤها من بائعها فلا يجوز للمتصدق، لا يجوز للمتصدق صدقة الفطر ولا غيرها أن يشتريها، الزكاة ولا لا زكاة المال ولا صدقة الفطر ولا غيرها من الصدقات. إذا تصدق الإنسان بشيء فإنه لا يجوز له أن يشتريه وأن يسترده. نعم. ربما كان السائل يقصد أنه إذا رأى هذا المحتاج يأخذ الزكاة من مكان ويذهب يبيعها في مكان آخر، هل يجوز له أن يشتري منه ليزكي هو أيضا؟ لا يشتري منه صدقته هو التي دفعها إليه، أما أن يشتري منه صدقات الآخرين نعم، فلا فيه مانع، جائز هذا. نعم. نعم. السؤال الثاني أو الثالث يقول: كفارة الإطعام بدل الصيام لمن لم يستطع صيام الشهر كله، هل يجوز أن يدفعها جملة واحدة لثلاثين مسكينا في يوم واحد أول الشهر أو آخره أو وسطه؟ وهل يجوز دفعها لأقل من ثلاثين مسكينا؟ وهل يجوز جمع ثلاثين مسكينا في وليمة طعام غداء أو عشاء أو إفطارا في رمضان وتكفي؟ يجوز دفع الصدقة عن الأيام من رمضان أو عن أيام رمضان كلها لمن لا يستطيع الصيام لزمانة أو هرم، فإنه يجوز أن يدفع كفارة الأيام مقدما في أول الشهر. نعم. ويجوز أن يؤخرها ويدفعها في آخر الشهر، ويجوز في وسط الشهر، كما أنه يجوز أن يدفعها جملة واحدة، ويجوز أن يدفعها متفرقة، ويجوز أن يدفعها لثلاثين، ويجوز أن يدفعها لأقل من ذلك. فالعدد ليس مشترطا أن يكون 30، وإنما يدفعها لجملة مساكين وجملة فقراء. نعم. أما جمع المساكين على الطعام بأن يصنع طعاما مثلا يكفي عن 30 مثلا يوم أو عدد الأيام التي أفطرها، نعم، ويجمع عليه المساكين، الجمهور لا يجيزون هذا، لأن المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام ليتصرف فيه، إن شاء بالأكل وإن شاء بالبيع وإن شاء بإهدائه أو غير ذلك. نعم. فإعطاؤه الطعام
غير مطبوخ هذا يكون أنفع له في التصرف، أما المطبوخ فإنه لا ينتفع به إلا بالأكل. وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعاما عن الكفارة وأن يدعو المساكين المطلوب دفعها إليهم ليأكلوه، يعشيهم أو يغديهم بقدر عددهم، أجاز بعض العلماء هذا، ولكن كما ذكرنا الجمهور على عدم الجواز، والتعليل لأنه لا يتمكن المسكين من الانتفاع الكامل بهذا الشيء، وإنما ينتفع به في الأكل، فهو أضيق انتفاع من دفع الطعام غير المطبوخ. والإنسان ينبغي له أن يحتاط في أمر دينه وعبادته. نعم. دفع النقود بدل الإطعام في مثل هذه الحالة بقدر صاع الطعام أيا كان، هل يجزئ هذا؟ جمهور أهل العلم لا يجيزون. قصدك يعني دفع صدقة الفطر؟ نعم. لا، عن إطعام بدل الصيام. لا يجزي هذا، لا يجزي دفع النقود عن الإطعام عن الإفطار في رمضان. نعم. لا يجوز دفع النقود، ولا يجوز دفع النقود عن صدقة الفطر، لأن الله نص على الإطعام، قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر يقول صاعا من بر، صاعا من شعير، صاعا من تمر، إلى آخر الحديث. في بعض الروايات صاع من طعام. إذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم نص الشارع على الإطعام فإنه يجب التقيد به، وكانت الدراهم والنقود كانت موجودة وقت التشريع. نعم. والشارع نص على الطعام، ولو كان دفع النقود جائزا لبينه للناس، أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. لو لم يجد عددا من الفقراء يكفي أو يستحق دفع هذه الصدقة إليهم التي هي مثلا كفارة عن الفطر في رمضان، فهل يجوز أن يخرجها خارج البلد التي هو فيها إلى بلد أخرى يتوفر فيها الفقراء؟ يدفع للموجودين في البلد قسطهم ويدفع للفقراء الآخرين الباقي، على أنه كما ذكرنا ما يتعين 30 نعم مسكين عن أيام رمضان، إذا حصل على جماعة من الفقراء يدفعها إليهم ولو كانوا دون 30. نعم. إنما يجوز أن يخرجها خارج لو كانوا أحوج وأكثر فقرا نعم يجوز أن ينقلها من بلد إلى بلد أشد حاجة. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة سين عين نون من منطقة الباحة قرية رغدان، تقول كانت والدتها مريضة عندها وقد توفيت قبل عامين، فنذرت إن رزقها الله من واسع فضله أن تتصدق بذبيحة في شهر رمضان من تلك السنة وتهب ثوابها لوالدتها، وهي تعمل في إحدى المدارس وتتقاضى راتبا شهريا قدره 5000 ريال، ولكنها تعطيه زوجها المحتاج وصاحب الأسرة الكبيرة وقليل الدخل، وقد بنى لهم منزلا وتحمل ديونا كثيرة للناس، ولذلك فهي تساعده براتبها الشهري، ولم تتمكن تلك السنة من الوفاء بنذرها، ولكنها كانت تعطي أختها من الراتب كل سنة مبلغ 1000 ريال لتتصدق به على الفقراء، وأجر هذه الصدقة لوالدتها، فهل تكفيها هذه عن النذر أم لابد أن تتصدق بذبيحة كما حددت هي ولو بعد فوات السنة التي حددتها لذلك؟ أولا ننبه إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن ينذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. ينبغي للمسلم أن يفعل الخير وأن يتصدق وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يسر الله بدون نذر، لكنه إذا نذر وألزم نفسه بذلك وجب عليه الوفاء إذا كان نذره نذر طاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه، قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فإذا نذر الإنسان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به. والسائلة تذكر أنها نذرت أن تذبح شاة في سنة معينة وتوزعها على الفقراء، هذا نذر طاعة، لأن ذبح الشاة فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، تصدق بلحمها فيه قربة أيضا، فهذا نذر طاعة وقد عينته في وقت محدد كان يجب عليها أن توفي فيه في وقته، وما دامت أنها أخرته عن وقته فإنه يجب عليها تنفيذه قضاء، يجب عليها أن تذبح ما نذرته تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وتتصدق بلحمه، ويكون هذا قضاء
وعليها بدل التأخير كفارة يمين، كفارة يمين بدل التأخير. إذن يلزمها شيئان: أولا تنفيذ النذر الذي نذرته قضاء، نعم، ثانيا كفارة يمين تكون عن تأخيره عن وقته. وهي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين كما قال الله تعالى: عتق رقبة، تحرير رقبة، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. فهذه كفارة اليمين. وأما أنها تتصدق وتعطي أختها تتصدق بدراهم فهذا لا يكفي عن النذر، لأن النذر معين بذبيحة وليس هو صدقة مطلقة، فلا يكفي عن النذر. فيه أجر وفيه خير إن شاء الله. نعم. ونرجو أن يصل ثوابه إلى المتوفى، ولكنه لا يكفي عن النذر. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل صبحية عبد الحميد شحاتة، مصري يعمل بالعراق، يقول: كنت أعمل بالعراق منذ 2 سنين وقد حصلت علي قضية فحكم علي بالسجن 10 سنوات، فهل لزوجتي الحق في طلب الطلاق والحصول عليه؟ أولا أنت معذور في تأخرك عنها بسبب السجن، ولكن هي إذا كان عليها ضرر من هذا الانتظار يلحقها مضرة أي تتقدم إلى القاضي الشرعي وهو ينظر في قضيتها. نعم. هذا السائل إسماعيل عطلة المطارنة من الأردن ويعمل في المملكة رفحة، بعث بسؤالين أجيب في حلقة ماضية عن سؤال له، وبقي سؤال يقول فيه: ما حكم الطلقة الواحدة وبلفظ واحد محددة بزمن معين، كأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق لمدة شهر، هل يقع هذا الطلاق وهل عليه إثم إن هو عاشرها قبل انقضاء الشهر، مع العلم أنها لم تخرج من بيت زوجها في تلك الفترة؟ نعم، يقع الطلاق ويكون طلقة واحدة رجعية، يعني له أن يراجعها ما دامت في العدة. والطلاق لا يتحدد بوقت، يعني يقول مثلا أنت طالق إلى شهر أو إلى سنة. طلاق إذا صدر إنه لا يتحدد بوقت ينتهي بانتهائه، ولكنه إذا كان دون 3 ولم يكن بعوض فإنه يجوز له أن يراجعها ما دامت في العدة. نعم. هذه السائلة فاطمة محمد من ليبيا، بعثت بثلاثة أسئلة. تقول في سؤالها الأول: والدي متوفى وكان قبل وفاته مريضا مرضا شديدا منعه من صيام رمضان الماضي، فهل يجوز لي أن أصوم قضاء عنه أم يلزمني شيء آخر، وما هو؟ أولا إذا كان والدك ترك الصيام لعذر المرض واستمر به المرض إلى أن توفي فلا شيء عليه، لأنه أفطر لعذر ولم يستطع القضاء حتى مات، هذا لا شيء عليه. ثانيا إذا كان شفي من مرضه ومر عليه وقت يستطيع القضاء ولم يقضي حتى دخل عليه رمضان آخر والأيام التي أفطرها في ذمته ثم مات بعد رمضان الآخر، فإنه يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا من تركته، إذا كان له تركة فإنه يطعم عنه من تركته، لأن هذا دين لله سبحانه وتعالى بأن يطعم عن كل يوم مسكين، يعني يدفع له عن كل يوم نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد. أما أن يصوم عنه أحد فالصيام الواجب بأصل الشرع لا يصوم أحد عن أحد، وإنما هذا في النذر، لو كان عليه صيام نذر فإنه يصوم عنه وليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، لأن النذر هو الذي ألزمه نفسه فهو لم يجب بأصل الشرع. أما صوم رمضان فهذا ركن من أركان الإسلام وهو واجب بأصل الشرع، ولا يصوم أحد عن أحد كما أنه لا يصلي أحد عن أحد. نعم. سؤالها الثاني تقول: ماذا يجب على من أفطر عدة أيام من رمضان لعذر شرعي ومضى عليها 2 عامات دون أن تقضى، وإن لم يكن عند الشخص قدرة على الإطعام فماذا عليه غير ذلك؟ من كان عليه قضاء من رمضان فإنه يجب أن يقضيه قبل دخول رمضان الآخر. نعم. فإذا دخل عليه رمضان الآخر وهو لم يقضي من غير عذر منعه من القضاء، بل كان هذا بسبب التساهل، فإنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير مع القضاء، يعني يقضي الأيام التي عليه
مهما تطاول الزمن فإن القضاء واجب عليه، ويجب عليه مع ذلك الإطعام عن كل يوم مسكينا عن التأخير إلى أن جاء رمضان الآخر، وهو غير معذور في هذا التأخير. وإذا كانت لا تستطيع الإطعام في الوقت الحاضر يبقى في ذمتها، يبقى الإطعام في ذمتها دينا لله سبحانه وتعالى.